وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Yet they, the disbelievers of Mecca, worship instead of Allah that which can neither benefit them, in this world or in the next, if they worshipped and obeyed them, nor hurt them, in this world or in the next, if they were to disobey them and abstain from their worship. The disbeliever, Abu Jahl, was ever a partisan, rebellious, against his Lord. It is also that this means, he is always a helper, through his disbelief, to the disbelievers against his Lord. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون And who spend the night before their Lord, praying, prostrate and standing, in the night prayer. And who say, Our Lord! O our Lord! Avert from us the doom of hell, lo! The doom thereof is anguish, binding and persistent, 406. Lo! It is wretched as abode and station, dwelling. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين And whosoever repenteth from sins and does good sincerely between him and his Lord, he verily repenteth towards Allah with true repentance, he will find the reward of this with his Lord. And those who will not witness vanity, those who do not attend the sessions of false testimony, but when they pass near senseless play, the assemblies of falsehood, pass by with dignity, they avoid them out of clemency. Abiding there forever, they will remain in paradise forever, neither to die nor leave. Happy is it as abode, as habitation, and station, and dwelling.